أما نزار هاشم ده زول مثبط، أقل ما نقول فيه زول ما شغال دعوة ويريد أن يعطل الدعوة، ده الموضوع ده، هذا هو ملخص منهج نزار هاشم. أما الأدلة على صدق كلامي إنه نزار هاشم ما في، ما في، في عندك لو محاضرة عن البرع يجيبها، ولا ما اشترط تتكلم في البرع، زول مزكى من العلماء نزار هاشم، ما يتكلم في البرع كيف؟ مزكى ده أوجب زول يتكلم بالمناسبة، نحن ما مزكيين، لكن قدرنا عليه والله قاعد نسويه، لكن نزار هاشم مزكى من العلماء، مزكى ولا مزكى؟ مزكى، خلاص؟ مزكى عشان يشتغل دعوة، وما اشتغل دعوة، شال الورقة بتاعت التزكية، أنا زكوني، تتكلم معاه والجماعة يقول لك زكوه، يا أخي يا ناس زول ده ما في، ما عنده دعوة، يقول لك هاي لكن مزكى. فما شغال دعوة. وأولى زول إذا أصلاً هو التزكية دي منطبقة عليه حقيقة، أولى زول المفترض يتكلم عن شنو؟ عن الصوفية والبرعي ومحمد المنتصر، وما تكلم عنهم فيما نعلم أبداً. خلاص ما بي حاجة. ولا عنده كلام واضح في الشرك والمشركين والصوفية اللافين ديل، مع أنه مزكى. ده واحد، ها؟ ايوه عنده موقع مسميه براو راية السلف، خلاص، وهو زعيم هذا الموقع، يعني هو حامل الراية، والراية دي وينها الله أعلم، خلاص. ده واحد. اثنين، حتى شرحه لكتاب التوحيد في الموقع بتاعه فاضي، ده نزار هاشم، هو ذاته ما في، خلي كلامه في التوحيد، كلامه في الوضو وينه؟ كلامه في دين الله ده ساخت، وين نزار هاشم يا جماعة؟ وين محله؟ وين أنا ده عارف؟ واي زول بيسالني عن نزار هاشم بقول له انت شفته؟ بقول لك ما شفته. طيب وينه؟ والله اي زول، والله ما بزول سالني عنه الا سالته قلت له شفته وجاوبني قال لي لا. طيب ده كيف ده؟ ما في خالص، ولا ردود على اهل البدع والمشركين والصوفيه. اكثر زول بينشر الشرك في البلد دي من يا جماعه؟ الصوفيه. وين ردود نزار هاشم على الصوفيه؟ ولقد شرح الاصول الثلاثه قبل اعوام. الصادق عبد الله شرح الاصول الثلاثه قبل اعوام، صادق ده له بل شرحها قبل اعوام، دي ما بتحل لك يا ناس. شرحتها اربطها اربطها بالواقع الموجود، واتكلم عن الصوفيه الموجودين، لان محمد عبد الوهاب كتبها لمعالجه الواقع، ما كتبها عشان تاخذها في الرف، خلاص، وتشرحها يعني كذا والرب معناه كذا وبالله التوفيق وتمشي. الرب، الرب ده في ناس قالوا احنا رب، في ناس قالوا لابد تتكلم عنه. شكيل ذات لا اله، لا اله الا الله، جات لا اله اول، بعد ذاك شنو؟ بعد ذاك الا الله، اول شيء تكسر الباطل وتنفي الباطل، بعد ذاك تثبت الحق، فلو ما تكلمت في الباطل وكسرت الباطل والله انت ما شغال دعوه، مش ان زكاك عالم، مش ان زكاك عالم، ان جاء عالم من برا، ان بقى ابن تيميه شفته وزكاك وانت ما شغال صح، انت على باطل بس، لانه العالم ولو بقى شفت اعلم عالم على وجه الارض دون الانبياء والرسل ما معصوم، ما معصوم، ممكن يزكيك بما ظهر من حالك وانت تكون من اخبث البشر، والعالم يكون معذور عند الله لانه اجتهد فيك واخطا وعنده اجر، لكن انت ما معذور لانك عارف نفسك مجرم وشغال بالاجرام، انت اللي بيعذرك منه، انت ما معذور. خلاص؟ والصحابه زكوا ذول، قالوا ما اجزى اليوم مثل ما اجزى فلان، كان بيكتل الناس في المعركه ما خلى مشرك الا قطع راسه برا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انه من اهل النار. فما يزول زكو أفاضل معناته هو فاضل، عرفت الكلام ده؟ وأنا أتحدى أي زول يورينا نزار هاشم وينه هسه، نخلي الكلام ده ذاته، أين هو؟ وينه في الدعوة؟ وينه؟ ما في يا ناس نزار هاشم، خلاص؟ وبعدين قالوا بالداب، وبعدين قالوا بوكلين، وبعدين قالوا كراك، المهم في الدعوة دي ما في، في الدعوة دي ما في، في دعوة الله دي ما في نزار هاشم، خلاص؟ ويومتها في مجموعة اسمها منهاج النبوة لعلم الجرح ولا شنو؟ مشاركين فيها، انا مشترك فيها لانه بيرسلوا فوائد وفي حاجات جميله وناس نحسبهم منهجهم صحيح. فكل مره بيشكروا لي نزار هاشم، قمت يوم وريتهم قلت لهم هذا منهج وكذا كذا كذا. في بعض الناس ما رضوا، ما كلهم، لكن بعض الناس ما رضوا وبقى يقولوا من هو مزمل الفقيري ولا لم نسمع به، اما نزار هاشم فقد زكاه ربيع، فاذا كان زكاه ربيع فلا تتكلموا فيه ولا تطعنوا فيه. الكلام ده من ابتل الباطل يا جماعه، شفت كلامي؟ من ابطل الباطل. خلاص؟ ليه؟ لانه الشيخ ربيع عالم وامام لكنه ليس بمعصوم. الكلام ده لو ما عرفته انت لسه ما عرفت السلفيه.
لو ادعيت العصمة لشيخ أو لصحابي دعيت له العصمة أنت لسه ما عرفت السلفية، خلي شيخ تدعي العصمة، وإنه لو زكى فلان فلا يتكلم فيه أبدا فأنت أجهل خلق الله. أفهم المعلومة دي كويس؟ ودي معلومة تغضب والله، وده من العصبية البغيضة ومن الحزبية ذاتها. أنت قال الحزبية إلا تبقى تابع لأنصار السنة أو جمعية الكتاب والسنة أو كلية جبرة؟ لا، في حزبية ثانية برضه زي دي، واللي ده زكى فلان خلاص يسكت عنه. أنت عارف الكلام ده يعني شنو؟ أنت عارف الكلام ده ما قاله شنو في النهاية يعني؟ يعني زكى فلان الزول ده بما معصوم ما بيخطي ثاني، عشان كده ما تردوا عليه لأنه أصلاً ما بيخطي، لأنه العقل فلان زكاه. أنا أفهم. الإمام مالك قال: وما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر الرسول. عشان كده قلت لك حتى صحابي ما معصوم، خلي الرسول إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، خليه نزار هاشم ولا غيره ولا غيره. فأفهموا الكلام ده يا جماعة. نزار هاشم زكوا بعض العلماء بما ظهر من الخير لهم هم في حاله، لكن الرجل كذب عليهم. واقعه في السودان هنا خلاف ما أظهره للعلماء، ما شغال دعوة. اثنين، أنت شغال دعوة بعطلك. واحد من شبابه جاء في الداخلية في المسجد نصح نصيحة، واحد من أخواننا قال له ما قلت الزول ما يجوز يعمل نصيحة إلا إذا عالم رباني أو طالب علم زكاه عالم رباني، قال لي تبت إلى الله من النصيحة. ده فهم؟ ده فهم؟ نزار هاشم يقول ما تعمل نصيحة خلاص في التوحيد في غيره إلا إذا عالم بقيت عالم أو زكاك طالب علم، زكاك عالم رباني وكنت طالب علم وزكاك عالم. الشيخ ربيع رد على الشبهة دي، الشيخ ربيع رد على الشبهة دي في الرد على إبراهيم الروحيلي، مش سليمان الروحيلي، سليمان الروحيلي ذاك سلفي، أما إبراهيم الروحيلي ده جابوه ناس الصافية، ناس حسن حامد هنا في الجامعة ده قبل سنة، وده زول مجرم منحرف بعظمة لسانه مسجل بالصوت من جوا مسجد البخاري. إبراهيم الروحيلي ده قال يجوز التعاون مع البدع مطلقا، والله هذه الكلمة قالها، قال لأنه ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى، قال إلا إذا صاحب البدعة دعاك إلى خمرة أو إلى أمر أصله حرام، خمرة ولا زينة، قال لك راح نشرب خمرة أو راح نزني، قال هنا ما بتمشي مع صاحب البدعة، لكن قال يجوز التعامل معه مطلقا. هو التعامل والتعاون مع صاحب البدعة هو ذاته منكر، هو ذاته اسمه عدوان. وده تفسير الشيخ الفوزان للآية دي، قال التعاون مع أهل البدع هو في حد ذاته إثم وعدوان، قال ربنا قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، دي تدخل فيها قال. فده ده الحاصل. فالرجل ده ما عنده أي دعوة نزار هاشم ده، والعارف له دعوة اللي يورينا نفتشه بالفتاشة بالقمر الصناعي نشوف وين هو أصلا، دعوته دي حاشرة فيها تجحر خلاص، ما تتخدع ساكت زكاني فلان وما زكاني علان. العلماء قالوا يزكيك عملك، فقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.